ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الفقرة اللي بتهم معظم المشاهدين، فقرة الصحة والرشاقة، واللي طبعا بنتعرف من خلالها على كيفية الحفاظ على صحتنا ورشاقتنا، ازاي نوصل لجسم مثالي بصحة وأمان. النهاردة فقرتنا هتكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي اتبعتت لنا من الفانز على رسائل الصفحة، وطبعا ضيفتي النهاردة هتجاوبني على الأسئلة دي كلها. ضيفتنا النهاردة هتكون دكتور سالي فيكتور، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة On Target Pharma. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا منورانا النهاردة. ربنا يخليك. بدأ يجيلك أسئلة قد كده أهو، مش دعوة أنت بقى هتردي عليهم كلهم. نعلم عليهم طبعا. هي أسئلة مهمة على فكرة جدا، وبجد يعني هتحل مشكلة ناس كتير قوي من أصدقائنا المستمعين أو متابعينا وهم بيسمعوها، ممكن تكون بتجاوب ناس لسه ما سألوش. دي حقيقة. خلينا الأول نتكلم عن اللي إحنا هنتكلم عن النهارده ونقول الأصدقاء، احنا دايما بنتكلم عن اصدقائنا اللي حابين يخسوا او ينزلوا في الوزن او حتى يحافظوا على وزنهم من خلال سورس امن صحي مرخص، حاجه يعني من الحاجات الامنه نفسيا وكمان في استخدامها. فكلمينا الاول عنها وبعدين نبدا نسال اسئلتنا يا دكتور سالي. احنا لما اي حد بيتواصل معنا في الشركة ودايما بنلاقي الناس ان هي داخلة بتكلمنا مكتئبين ومتضايقين، وانا مش قادرة اخس، وانا اتعملت محاولات كتير، وانا مشيت على انظمة دايت قاسية جدا، وانا وانا وانا، وبتبقى فعلا هي فعلا محبطة وحاسة ان مفيش حل في الدنيا، وحاسة ان هي عمرها ما هتتغير، وحاسة ان انا مهما عملت ومهما سويت انا هفضل وزني كده ومش هخس ومش هوصل للوزن اللي انا كنت بحلم بيه. فاحنا في الاول بنقول لهم يا جماعة الموضوع بالراحة جدا، ما تقلقوش، يعني احلموا معانا واحنا هنوصل معاكم، هنمشوا معاكم خطوه بخطوه لحد ما هتوصلوا للحلم اللي انتوا عايزينه. الموضوع سهل جدا والموضوع بسيط، هي بس محتاجين شويه اراده وشويه صبر وشويه متابعه معانا، واحنا نمشي على النظام وعلى الكورسات المكثفه اللي احنا بنساعد بيها البيشنت، والموضوع بمنتهى منتهى البساطه هيوصلوا للوزن اللي هم محتاجينه. فاحنا في الاول لما اي حد بيتواصل معانا احنا طبعا بناخد منه كل البيانات، الوزن، الطول، السن، هل بتعاني من مشاكل صحيه، هل جربت ادويه مثلا قبل كده وما نفعش معاها، هل مشت على انظمه دايت قبل كده وما جابش معاها نتيجه، احنا بنعرف عنها كل يعني كل المشاكل الصحيه او كل اللي هي مرت بيه، وبنبتدي نبني واحده واحده على الظروف اللي تناسبها وعلى نظام الاكل اللي مثلا هي متعوده عليه، على ستايل حياتها، هل هي مثلا سيده في البيت ربه منزل، هل هي بتشتغل، هل هي مثلا لسه طالبه، هل هي لسه يعني اي حاجه، احنا على اساس حياتهم احنا بنحدد لهم اللايف ستايل المناسب ليهم وبمساعدتهم ومساعدتنا. فالموضوع بيكون ما بين الطرفين، احنا بنقدم لهم مساعده وهم كمان يعني بيمشوا معانا واحده بواحده، والموضوع بيكون سهل وبسيط جدا. طيب قولي لنا بقى، عرفينا بشركه On Target Pharma بتقدم ايه، وهي شركه اونلاين، يعني عرفينا عشان نبدا ننزل الحاجات الخاصه بيها الاول، بعدين نبدا ندخل بقى في البرودكت نفسه ونتكلم عنه باستفاضه. هي شركه On Target Pharma هي شركه طبعا مرخصه، وكل البرودكت بتاعتنا مرخصه من وزاره الصحه. تمام. احنا بنقدم كل البرودكت بتاعتنا او كل الكورس، سواء كورسات مكثفه او كورسات عاديه، كلها كورسات امنه 100%، مفيش فيها اي كيميكلز، مفيش فيها اي مشاكل ممكن تاثر على ميكانيزم الجسم او تاثر على كيمياء المخ او تسبب لي اي مشاكل صحيه تاني بعد فتره لا قدر الله من اللي بيمشوا على الكورسات. فهي كل المنتجات بتاعتنا طبيعيه وامنه جدا 100%، معظم الكورسات اللي عندنا بتناسب كل الفئات او كل المشاكل اللي احنا بنواجهها، هل مثلا مريض ضغط او مريض سكر او سيده بترضع او عندها مشاكل في الغده او عندها مشاكل في الحرق او ايا كانت المشاكل اللي هي بتواجهها، احنا ان شاء الله في عندنا فريق طبي كامل متكامل بيرد على كل الاسئله، بنتابع مع البيشنت حتى بعد ما بنديهم الكورس، احنا بناخدها كده من ايديها ونديها نظام غذائي ونديها الكورسات اللي تساعدها لحد ما بنوصل لبار الامان او اللي هي كانت نفسها فيه. فالموضوع كله بيكون يعني امان تماما، مفيش اي مشاكل، احنا مترخصين من وزاره الصحه وطبعا موجودين في الصيدليات وموجودين طبعا مع الدكاتره في العيادات، فيعني الموضوع كله امن وتمام ومفيش اي مشاكل خالص. طب قولي لنا بقى طرق التواصل، احنا في ارقام طبعا موجوده، دي الأرقام ارقام الشركه. بالظبط، دي ارقام السيلز عندنا في الشركه، ممكن يتواصلوا على الارقام دي سواء على المكالمات او على الواتساب، ممكن كمان على الفيسبوك برضو احنا موجودين، صفحه On Target Pharma الرئيسيه الفيسبوك بتاعتنا، ممكن كمان صفحه الدكتوره نهال حافظ خبيره التغذيه، دي برضو ممكن يتواصلوا معانا عليها، وكمان موجودين على الانستجرام على صفحه On Target Pharma. هايل جدا، انستا كويس قوي.
طيب احنا بقى هنبدا نتكلم على مكونات الانسيليوم. كلمينا بقى عنه يا دكتور سالي كده باستفاضه، قول لنا بقى بيبقى معاه ايه كمان، وايه الحاجات اللي هي بتدعم مع الانسيليوم، موجوده في مكوناته او مركباته معاه. هو طبعا دي شكل العلبه. ايوه انا بس عايزين الناس تعرف شكلها علشان لما مثلا يجيبوها او من الصيدليات او مثلا يجيبوها، دي شكل العلبه اهوت. كويس. هي دي العلبه الكبيره، دي عباره عن 30 ساشيت. هي الالياف الانسيليوم عباره عن ساشيت من الالياف 6 جرام. تمام. بنفضيها على كوبايه ميه. كويس. وبعد كده بنشربها قبل الوجبه، سواء وجبه الغداء او وجبه العشاء، او ممكن كمان ناخدها مرتين في اليوم قبل وجبه الغداء وجبه العشاء. دي طبعا بتبقى كورسات مكثفه بمساعدات كل حاله بقى، على حسب كل حاله الدكاتره بتحددها. بالظبط. كويس قوي. بنشرب بعد كوبايه الانسيليوم، بنشرب بعديها كوبايتين ميه قبل وجبه الغداء مثلا بساعه او بنص ساعه على حسب. بعد كده بناخد وجباتنا عادي خالص. فكره الياف الانسيليوم ان هي الياف طبيعيه 100%. هي بتعمل بتمتص الميه اللي انا شربتها. طبعا بعد ما شربت كوبايه الانسيليوم شربت كوبايتين ميه، فهي بتمتص الميه اللي انا شربتها ديت وبتكبر اضعاف حجمها، يمكن حد مثلا 15 او 20 ضعف حجمها، فبتملى المعده او بتملى جوه المعده، بتنفش حيز كبير، تاخد حيز كبير يمكن مثلا حوالي تلتين المعده. فده بيديني احساس ان انا شبعانه وان انا معدتي مليانه. وفي نفس الوقت في فرق ان انا مثلا، انا هعتبر ان المعده مثلا زي البالونه، انا ممكن املى البالونه هواء وتبقى خفيفه واقعد العب بيها، ممكن املاها مثلا رز او املاها ميه فهتكون تقيله. الفكره بقى في الياف الانسيليوم ان انا بعد ما بشرب كوبايه الانسيليوم وبعديها كوبايتين ميه، انا بحس ان انا شبعانه بس في نفس الوقت انا خفيفه، معدتي خفيفه، مش حاسه ان في مثلا ضغط على او معدتي مليانه قوي ومنفوخه، لا خالص، انا بحس ان انا شبعانه وفي نفس الوقت بحس ان انا خفيفه وبصحتي والدنيا كلها يعني بتبقى خفيفه، وان انا لايت كده وممكن يعني اعمل حاجه او مثلا اكمل بقيه وجبه الغداء لو انا سيده بيت، او انا ممكن مثلا انزل، يعني الدنيا كلها بتكون تمام. كويس. كمان مع الالياف احنا بنلعب كمان على حته ان حرق الدهون او الدهون المتخزنه في الجسم، لان الانسيليوم فيه كمان انزيم البرومالين. الانزيم ده مستخلص طبيعي من الاناناس، ده بيشتغل على الخلايا الدهنيه. الدهون طبعا بعد ما يعني لو انا اكلت كتير ودهون اتخزنت في جسمي، طبيعي هتروح تتخزن في الخلايا الدهنيه اللي في جسمي، فده طبعا اللي بيسببني السمنه. احنا بقى بنشتغل على الدهون ديت ان احنا بنكسرها، او يعني بنشتغل عنها الجسم يحرق ويستخدمها كمصدر للطاقه. فبحيث ان انا حتى بعد ما عملت فتره دايت وخلاص وخسيت، بعدها انا خلاص جسمي ما فيهوش دهون، نسبه الدهون في جسمي قليله. يعني بعد فتره الدايت لو انا مثلا حبيت اروح اعمل انبودي او اشوف مثلا نسبه الدهون في جسمي قد ايه، عليها نسبه قليله او النسبه اللي هي المفروض تكون طبيعي في جسمي، لان احنا كمان اشتغلنا على الدهون المتخزنه. كويس. واحنا كمان في الانسيليوم مدعمينه ب 50% فيتامين سي، لان احنا عارفين ان فتره الدايت فتره الدايت للاسف بيفقد فيتامينز. هو طبعا احنا بنعوض الفيتامينز من الانظمه الغذائيه وكل حاجه، بس احنا برضو بندي سبورت اكتر من الانسيليوم، ان هو في 50% فيتامين سي. الفيتامين سي طبعا مهم جدا للحرق ومهم جدا لصحه الجسم وصحه البشره وصحه الشعر والضوافر وصحه الجسم عامه. فالكورس هو طبعا الكورس الالياف ده احنا كمساعد عامل كبير جدا لفئه كبيره جدا من البيشنت، مثلا الناس اللي بتعاني من ضغط او بتعاني من سكر او المرضعات، كل الناس دي طبعا بينفع معاها جدا كورس الانسيليوم، لان هو امن تماما 100%. فده بيساعد الناس او الفئه دي كبيره، ان هي مثلا مش كل الادويه بتكون مناسبه ان هم ياخدوها، فدي بتبقى حاجه طبيعيه والياف طبيعيه ممكن يقدروا ياخدوها. طبعا بالاضافه للانسيليوم احنا عندنا كورسات كتيره مكثفه، يعني مثلا زي كبسولات جارسينيا كامبوتيا، هي معروفه ان هي طبعا بتسد الشهيه وبتساعد طبعا ان احنا نكبح يعني الشهيه او نقفل يعني بقنا زي ما بيقولوا. في كمان حاجات تانيه كتير مساعده، ان احنا بنشتغل على كل المشاكل اللي البيشنت بيتصلوا بينا او بيكلمونا يتواصلوا معانا يقولوا لنا ان هي بيعانوا منها، زي مثلا الشهيه المفتوحه على طول، عندهم مشاكل في الحرق، في مشاكل في الغده، في مثلا مشاكل مثلا طبيعه جسم، بيقول لك كان في ناس طبيعه جسم كده، لا يا جماعه دي كلها مشاكل احنا بنحلها. مش مثلا بكورس الانسيليوم بس، احنا كمان بندي كورسات تانية مكثفه، وطبعا على حسب حاله كل بيشنت اللي هو بيناسب معاه الكورس والنظام الغذائي. كويس. طيب بما انك بقى ذكرتي الحوامل والمرضعات، فاحنا معانا سؤال النهارده من اسئله مشاهدينا الكرام، هقوله لك حالا. سؤال معانا النهارده والحقيقه بيتكرر كتير جدا فعلا، هو انا وزني زاد جدا بعد الحمل وبعد الولاده والرضاعه، وحتى بعد ما فطمت ابني مش عارفه اخس نهائي، كنت باكل كتير الحقيقه فتره الرضاعه، لكن حاليا اكلي قل الى حد ما بس برضو مش بخس، اعمل ايه؟ هو طبعا الامومه
يعني هي رحله صعبه ليها ضريبه وليها ضريبه هي دي الضريبه بتاعت الامور. واحنا طبعا في سيدات كتير جدا بعد فتره الحمل ولادها بالذات لو الحمل ده كان متكرر يعني اكتر من أيوة. طفل طبعا الجسم يعني السيده في فتره الحمل جسمها بيزيد جدا لان طبعا في بيبي بيتكون جوه بطنها وطبعا يعني سبحان الله فطبعا ده بيساعد ان جسمها يعني يتخن شويه وده طبيعي جدا في فتره الحمل. وبنقول للسيدات الحوامل مثلا لو هما بيتواصلوا معانا عايزين يخسوا لا يا جماعه ده طبيعي ان جسمك هيزيد في فتره الحمل. لكن احنا بقى بنتكلم على ما بعد فتره الحمل. احنا في فتره الرضاعه للاسف الرضاعه الطبيعيه بالذات بتخلي الست عايزه تاكل كتير طول النهار وبالذات انها كمان بتسهر كتير طبعا مع أوقات البيبي. اوقات النوم ما بتبقاش هي الاوقات الصح. الاوقات الصح. اليوم لسه معكوس. طبعا السهر بقى طول الليل مع أكيد. البيبي وان انا برضع طول الليل ونهاري ليلي وليل نهاري والمشاكل دي طبعا كلنا بنسمعها. فهي طول ما هي بترضع وقاعده طول الليل ده بيخليها ان هي تنقنق زي ما بتقول طول ما انا قاعده عايزه اكل ساندوتش مش عارفه. وبتبقى مضغوطه كمان يا دكتور. وبتبقى مضغوطه. الضغط ده بيسبب مشكله جداً. بانه بيقلل في الحرق شويه. ده حقيقي. فعلا العامل النفسي مهم جدا بالذات ان هي دي مسؤوليات جديده. ولخبطه في النوم وضغط بيكون عليها كبير فطبعا يعني هو طبعا ربنا يعين كل الامهات وانت اولهم يا الحمد لله في هذه الحاله حاليا. فاحنا مع السيدات احنا طبعا بنسبورت معاهم جدا ان احنا بنظام غذائي يكون مناسب ليهم سواء مثلا هي خلاص قاعده في البيت لسه والده قاعده في البيت او هي مثلا خلاص قررت انها تنزل تشتغل. الجسم بيكون مخزن دهون كتيره جدا في الجسم وكمان عضلات البطن بتكون الى حد ما ضعيفه شويه بسبب فتره الحمل والتمدد البطن في فتره الحمل. فاحنا طبعا بنسبورت معاهم بالاكل طبعا الوجبه الغذائيه لازم تاخد هي كل العناصر الغذائيه لان هي بترضع حتى بعد ما فطمت هي برده فتره الرضاعه جسمها محتاج بيفقد. يستعيد بقى لسه رونقه ويستعيد الفيتامينز اللي فقدها والحاجات دي. دي حقيقه. فاحنا برده بنسبورت معاها الفيتامينز كل الحاجات دي من الاكل وبنساعدها بكورسات مكثفه على حسب المشاكل اللي هي بتواجهها. هل ما هي عندها مشاكل في الشهيه؟ هل مثلا هي عندها شراهه للسكريات والحلويات والمعجنات ومش عارفه نسبه السعرات الحراريه المناسبه لجسمها بتكون قد ايه؟ فاحنا بنساعدهم دايما بكورسات مكثفه تساعدهم ان احنا نزود حرق في الجسم بحيث ان الجسم يحرق الدهون المتخزنه وفي نفس الوقت انا بشتغل على الوجبه اللي انا خدتها دلوقتي ان انا قللت الشهيه بتاعتي فانا مش هاخد وجبه كبيره زياده عن اللي جسمي محتاجها. كويس. فاحنا طبعا بنسبورت معاها في فتره طويله جدا بعد في فتره بعد ما تفطم كمان وبنخليها مامي عسوله ورشيقه وقادره تنزل مع بقى مع اصحابها تخرج بقى بعد فتره الحمل والرضاعه ومحبوسين في البيت. الصعبة ننطلق بقى يعني ننزل بقى نخرج مع صحابنا ونجيب لبس جديد وهي بقى كمان يعني السيدات بيكونوا فرحانين جدا معانا ان هم خلاص كانوا حاسوا انه مفيش امل وان الموضوع صعب جدا بس لا الموضوع يا جماعه سهل جدا وما تقلقوش وطالما في عوامل مساعده امنه يا دكتور مفيش واي يعني ليه ما ياخدوش. طب عوامل مساعده وهتديني كمان نتيجه بسرعه وهتديني نتيجه انا كنت مستنياها غير ان انا مثلا جربت حاجات ثانيه لا النتيجه دي هتكون امنه لجسمي انا بعد فتره الكورس او بعد فتره الكورسات المكثفه والدايت انا مش حاسه ان في مشاكل ثانيه جات لي انا بخس بشكل صحي جدا وسليم وبكسب صحتي علشان خاطر اولادي وعشان خاطر طبعا نفسي والموضوع بيكون امل جدا بصراحه. طب قولي لنا بقى بالنسبه لاصحاب الامراض المزمنه يعني امراض السكر والقلب والكوليسترول والضغط ممكن يتماشوا عادي وياخدوا الانسيليوم امن بالنسبه لهم؟ امن طبعا جدا. لو عايزين يخسوا حتى لكل الاعمار يا دكتور لو اعمار كبيره كل الاعمار بالظبط. احنا طبعا في امهات كتير بتكلمنا عشان خاطر اولادها ان هم او بنات عشان خاطر امهاتها او بالظبط يعني الاثنين ايوه وبنات كمان عشان خاطر امهاتنا. احنا حقيقي امهاتنا يعني العادات الصحيه الغلط او من زمان ان احنا بنحب الاكل المسبك وبنحب أيوة. الاكل اللي مش عارفه ايه فكل الحاجات دي احنا متربيين عليها طبعا في بيوتنا من زمان جدا. فانا بلاقي كتير جدا من البنات بتكلمنا تقول لي انا بحب مامي جدا وعايزه ماما تخس وتبقى بصحتها ومثلا في كمان معظم الامهات مثلا بيكونوا بيعانوا من امراض تانية زي الضغط او الكوليسترول او السكر فاحنا طبعا بنسبورت معاهم جدا 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 في الفتره ديت بنقول لهم ما تقلقوش وان مش معنى ان انا خلاص كبرت بقى وبقيت ام وخلاص بنتي بقت في طولي معنى ذلك ان انا ما اهتمش بصحتي لا طبعا لا خالص أكيد. بالعكس احنا السمنه دي بدايه يعني بدايه امراض كتير لا قدر الله يعني طبعا ربنا يعافي كل الناس اكيد. احنا الامهات احنا بنسبورت معاهم جدا احنا بنقول لهم كل وتبسطوا بالاكل
بس ايه بالعقل كميات بالظبط بكميات مناسبه لجسمي، هناكل مسبك وهناكل الحاجات الحلوه اللي ماما بتعملها وما نقدرش كلنا نقاومها ديت، بس هناكلها بكميات مناسبه ومعقوله، وبالاضافه طبعا لعوامل مساعده تانية من الكورسات المكثفه اللي احنا بنديها، الموضوع بيكون اسهل بكتير. ان انا زودت الحد في جسمي وان انا ظبطت شهيتي وان انا باخد لجسمي حاجات طبيعيه امنه 100%، فانا جسمي بينزل بشكل صحي وفي نفس الوقت انا بخس ومش حاسه ان انا محرومه ومش حاسه ان انا متضايقه ومش حاسه انا بعمل دايت، فانا يعني بعيد بقى عن الحياه والدنيا ولازم بقى اكلي يكون معين ويكون مطبوخ بشكل معين، لا لا خالص، احنا بطريقتي وبالطعم اللي انا بحبه كل حاجه بالظبط. طب التواصل بقى وفكره المتابعه من خلال الدكاتره اللي موجودين بيتابعوا مع كل حاله بتجيلكم؟ احنا طبعا في اون تارجت فارما بنتميز ان احنا عندنا فريق طبي كبير، كل بيشنت او كل حاله بتتواصل معانا احنا بنتعامل معاها كانها يعني انا خلاص دكتوره معايا معايا الحاله دي، هتعامل معاها كانها انا الدكتوره الوحيده بتاعتها. تمام. هتعامل معاها بشكل سبيشال جدا، باخد منها تفاصيل طبعا، تملى ابلكيشن معايا الشكل يعني الوزن والطول والسن وهل هي بتعاني من مشاكل صحيه او لا، كل المعلومات دي احنا يعني بنعرفها منها، وبعد كده برضو بنساعدها بنظام غذائي مناسب ليها ومنظم ومناسب لستايل حياتها، اكل بيتي تمام مفيش اي مشكله خالص، الاكل اللي احنا بناكله ومتعودين عليه وبنحبه اكل ماما، والاكل اللي احنا بناكله عادي في البيت مش هيبقى فيه اي مشكله خالص. طيب. احنا بندي للناس انظمه غذائيه مناسبه لحياتهم، مش مع الكورس بقى على حسب كل حاله، اللي عايز كورس مكثف اللي عايز كورس يعني على حسب كل واحد عايز يخس قد ايه بالظبط. ايوه على حسب برضو كل حاله، مثلا الناس اللي بتعاني من سكر او من ضغط لازم طبعا تاخد كورسات مكثفه، لان هي طبعا عندها مشاكل ثانيه لازم تاخد كورسات مكثفه، وبرده بتكون امنه تماما مفيش منها اي مشاكل، ما يلاقوش لو هما بياخدوا ادويه ثانيه ادويه للضغط او السكر ما يلاقوش خالص، لان احنا الكورسات المكثفه كل كورس بيكون متناسب مع الحاله اللي بتاخدها. كويس. هل انا مثلا محتاجه اسد الشهيه، فانا مثلا بستخدم الياف الانسيليوم ومثلا كبسولات جارسينيا كامبوديا، انا مثلا عندي شراهه للسكريات فانا باخد برده حاجه تساعد معايا في الشهيه زي الالياف والكبسولات، وانا برده ببدل العادات الصحيه الغلط ان انا ببعد عن السكر الابيض وباخد مثلا سكر دايت زي مثلا سكر سيسل، بيساعدني ان انا لو ما في ناس كتير بتحب المشروبات السخنه طول اليوم، لو داخلين على شتاء ومرحله جديده بقى يا دكتور يبقى يعني والأكل الناس الشتاء هتحتاج الحاجات الشتويه والمشروبات السخنه دي طول الوقت اكيد طبعا. فطبعا المشروبات السخنه يعني كل ما سكر قلل بقى كتير. السكر يبقى هو حاجه كويسه كنترول ده هيبقى احلى كتير اكيد طبعا، ان مشروبات سخنه طول اليوم يعني كل كوبايه مثلا فيها معلقتين سكر او ثلاث معالق سكر على حسب، فطبعا على مدار اليوم بلاقي انا شربت اربع خمس مرات بكام بقى معلقه سكر 10 12 معلقه سكر، فطبعا ده كتير قوي على الجسم، نسبه سكر عاليه جدا داخله لجسمي. فعلشان كده احنا بنساعدهم دايما بسكر دايت زي سكر سيسل، احنا سكر سيسل ما فيهوش يعني مش هو سكر بيحلي وبيخلي المشروبات طعمها حلو جدا، انا بستغل الشاي والسكر وكده، وفي نفس الوقت انا مش بزود نسبه سكريات في جسمي ومش بعلي سكر الدم. حلوه قوي. طب قولي لنا بقى طرق التواصل يا دكتور قبل ما ننهي فقرتنا، عشان برضو اصدقائنا لسه منضمين للفقره يبقوا عارفين يتواصلوا من خلال شركتكم ازاي. احنا طبعا موجودين في الارقام اللي على الشاشه سواء مكالمات او واتساب. ايوه. موجودين كمان على السوشيال ميديا على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك وصفحه دكتوره نهال حافظ على الفيسبوك خبيره التغذيه. اوكي. وموجودين برضو على الانستجرام، موجودين صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. هي اللي احنا كل فئات العمر الحمد لله ما شاء الله واحنا بنتواصل مع كل الناس، يعني دخلنا معظم البيوت. دي حاجه حلوه على فكره، وطبعا اسمحي لي اشكركم لانه التواصل اونلاين اصبح دلوقتي يعني ثقافه جديده سهله بسيطه، وخصوصا لما الواحد بيلاقي ناس يخاطبهم ناس يعني شركات محترمه بتحترم العملاء وطبيعه البني ادمين. طبعا شكرا ليك يا دكتور سالي، نورتيني وشرفتيني، اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني النهارده ونورتني في الفقره دكتور سالي فيكتور، واتمنى من الله ان شاء الله يعني نكون عند حسن ظن حضراتكم، نكون جاوبنا على الاسئله اللي وصلت لينا، واتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.